عادي هون. شكرا، هيك منيح. طيب عم بسمعك. انا اجيت لحتى سكر لك دينك كيليش. قلت لك ما في دين، شو نسيتي؟ وانا قلت لك رح سكر الدين كله، شو نسيت؟ ورح اعطيك ياهن دفعه واحده. عن جد؟ طبعا رح سكر الدين فورا، ما رح يضل بيننا اي علاقه من هاليوم هاد. غريب، هالمكان صغير مع انك ما بتحبي، صح؟ انت بنت مدينه، بس هالاماكن الصغيره هي فيها شغلات بشعه، الخبر بينتشر بسرعه. خبر شو؟ قدمتي طلب قرض وانرفض. اي صح، هو انرفض، اي هذا اللي صار. لهيك قليلي كيف رح تسكري الدين دفعه واحده؟ شو ما بتعرفني كيليش؟ انا بقدر دبر حالي باي ظرف وباي شرط. كمان لقيت شيء احسن من القرض، انا لقيت شريك. تفضل، هاد دين بابا إلك، وفيته. ها شريكي الجديد إجا. كيفك كيليش؟ مبروك الشراكة. شو عم تعمل انت؟ مجبور تقبل هدول المصاري كيليش؟ انا مو مجبور اقبل اي شيء. نحكي على انفراد. قول يلي بدك اياه هلا هون. ايه الامور كلها تمام، فيك تحكي هون، وايلا حابه تحكي هون. لا تتدخل انت، هاد بيني وبينه، مو هيك؟ لازم نحكي على انفراد. تعال لنحكي. انت شو عم تعملي؟ عم حاول سكر دين بابا إلك. انا عم قلك ما في دين، وانا ما باخد مصاري من شخص كذب علي وهو عم يطلع بعيوني. بس اخدتي من جوكهان صح؟ احكي شو عم يصير معي. انت شو مشكلتك معي؟ جوكهان او علي او ولي، شو الفرق تفرق. يعني انت ما بتعرفي جوكهان شو عم يعمل، عم يستغلك يا بنت، فهمي. ليش ما بدك تشوفي الصح؟ احكي بشيكي ليش؟ لك شو بدك قليلي؟ ها احكي لي شو بدك. انت بتعرف شو بدي؟ شو؟ انا بدي انسى كل شي صار معي، حتى بدي انسى كل شي عشته معك من قبل كيليش. قلي شو تغير؟ اه؟ شو تغير؟ رجعت مرة تانية تكسر قلبي ولا تخيب ظني، شو تغير؟ شو تغير؟ شو صار؟ حكيتي معه؟ خلينا نمشي فوراً.